السلام عليكم ومرحبا بكم في المطبخ ديالي. اذا كانت هذه اول مره تشوفوا قناه ماكيفر مديليس، انتم لا تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كما هو جديد من الوصفات ديالي. اليوم رجعت معكم بوصفه جديده بنينه تقليديه ومعروفه بزاف، اللي هي وصفه الطاجين الباي. هو طاجين بصح ما يطيبش في الطاجين، يطيب في الفرن. وهو طاجين مكون من 3 طبقات. واش لازم نعمل هذا الطاجين؟ بالنسبه للطبقه الاولى اللي هي طبقه اليونداشي ولا اللحم المفروم، لازمنا لحم مفروم يونداشي، لازمنا بصل مقطع، ولازمنا التوابل. انا عندي هنايا ملح، فلفل كحل، ثوم بودره، عندي شويه كمون وشويه زنجبيل، وثانيك راح نشحقوا البيض. بالنسبه للطبقه الثانيه هي طبقه لي زيبينا ولا السلق، الوغ لازمنا بيان سور لي زيبينا و لي زيبيس، راح نديرو فيها لي ميم زيبيس، و تانيك نحتاجو فيها البيض. بالنسبة للطبقة الثالثة اللي هي نورمالمون يكون فيها متواجد فيها جبن الريكوتا والبيض، بصح انا اليوم درت فيها تغيير، راح نديرو بالطريقة ديالي، ما راحش ندير فيه الريكوتا، راح ندير فيه عندي هنايا لو فروماج بلون، عندي شويه ديال لا كريم ليكيد، وعندي شويه قيس مغرفه ديال لو فرماج تارتيني اللي متوفر عندكم، لافاش كيري ولا كيري ولا اي ماركه متوفر عندكم. الخبز اللي نديروه في انفيت لو فرماج اللي نديروه في الخبز، وبيان سور راح نديروا فيه البيض. وهنايا كيما راكم تشوفوا عندي لو فرماج غافي، راح نديروا الكامله طبقات ديالي، راح نديروا في الحم في السلق، وراح نديروا الفوق لتزيين الوجه. يعني اول حاجه نديروها هي انه راح نحمروا شويه البصل ديالنا مع الحم والزيت. هنايا كيما راكم تشوفوا راني درت الزيت تسخن، ندير البصل نزيد عليه لي زيبيس. لي زيبيس قلنا نديروا لي ميم زيبيس لكامل الطبقات، بصح ديروا بالكم من ناحيه الملح. دوكا نزيدوا اللحم ديالنا. المقادير ما نقدرش نعطي لك مقادير مضبوطه، باسكو هذا الشيء يبقى على حساب افراد العائله ديالك وعلى حساب المول اللي راح ديري فيه. نحمى مليح هذيك اللحم المفروم مع البصله، ونوليو نشوفو نكملو باقي الطريقه. هنايا بعد ما عندي الحم المفروم زدت عليه شويه معدنوش اللي نسيت ما ذكرتوش في المقادير، ونزيد عليه شويه ديال الجبن المبشور، ونكسر عليه البيض. البيض على حسب الكميه ديال الحم اللي درتيها. نخلط ونشوف لا لازم له نزيد. انا نظن بلي كميه البيض اللي درتها كافيه، نخلط برك مليح. بعد ما خلطت اللحم المفروم ديالي مليح مع هذاك البيض والفرماج، هنايا راني وجدت البلا اللي يدخل الفرن، نديرو في هذا البلا. نمشيه على كامل البلا ديالي، وندخلو الفرن يطيب على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق. في هذا الأثناء احنا راح نطيبو، راح نوجدو الطبقة الثانية ديال الطاجين ديالنا اللي هي طبقة السلق ولا لي زيبينا. ندخلو هاد لا فيونداجي الفرن على سخون على درجة حرارة 180 ونطيبوه لمدة 10 دقائق. هنايا بعد ما ما نحبوش مليح لي زيبينا في العائله، نزيد عليهم توجور لو فرماج رابي و البيض. نزيد هنا جو بونس راح نسحق بيضه وحده،
ديالي بدا يدخل لها التاب نزيد عليها الزبينه. قلت لكم انا راح ندير طبقه رقيقه من الزبينه ونعاود ندخلها الفرن تطيب اللي كطيبو الزبينه ديالي مده 10 دقائق تاني. بعد ما زدنا لي زيبينا عفوا فوق لا فيونداشي ودخلناها الفرن لمده 10 دقائق نروحوا نوجدوا الطبقه الاخيره اللي قلنا هي عباره عن فرماج بلون شويه ديال لا كريم ليكيد بيضه عندي هنا لو فرماج تارتيني و لي زيبيس كيما قلنا توجور لي ميم زيبيس ملح فلفل كحل كمون ثوم شويه تاع زنجبيل. زنجبيل هي اضافه انا زدتها في الوصفه الاصليه ما كاينش زنجبيل بصح انا زدتها ولكم الاختيار على حسب الذوق. نخلط كاع هادشي مع بعض يعني هو طاجين ساهل نخلطو مليح. بعد مرور 10 دقائق خرجت الطاجين ديالي من الفرن ودوكا نديرو الطبقه الاخيره اللي هي طبقه الفرماج بلون و لا كريم ليكيد. نديروها الفوق نمشي معاها مليح. هذا لو فرماج تارتيني اللي درتو ما دابليش بصح دوكا في الفرن راح يذوب مليح. ندخلو وهاد الخطره راح نخليوه يطيب لمده 20 دقيقه باش ناكدو بلي كاع المكونات اللي درناهم راهم طايبين مليح. وفقط كتزيين راح نزيد لو فرماج رابي كما قلت لكم ندخلوه يطيب مده 20 دقيقه تجرى على درجه الحراره 180 ومن بعد نوليو نشوفوا الطاجين ديالنا واجد. ما تنساوش اذا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وسيرتو تابوني عندي في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد وان شاء الله تاني تسيو هاد الطاجين وينال اعجابكم.